مشاهدينا الآن نتعرف على الأحوال الجوية. نعم، مرة ثالثة وأخيرة تنضم إلينا فيها مرنا إيهاب. شكرا لك رجائي وشكرا لك إيمان. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، الأسكندرية 31-25، مطروح 30-22، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 36-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 24، العريش 33-24، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-31، والغردقة 41-30. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 25، أسوان 43-28، الوادي الجديد 42-26، شلاتين 38-31، وأخيرا حلايب العظمى 34 درجة والصغرى 30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.